نتكلم في الآخر. أحب طبعا السادة الضيوف كلهم والسادة المرشحين الدكتور مصطفى والأستاذة مروة أميرة الرفاعي والكابتن الحسيني والدكتور أحمد وطبعا سامح وهشام ناصر إبراهيم وخالد، مجموعة كتيرة جدا، والأستاذ ماهر هو واقف ورايا أنا شايفه، لكن ان شاء الله طبعا بيكم كلكم الدنيا تبقى احسن بكتير. شوفوا تحبوا مين يتكلم الاول وبعد كده انا هتكلم في الاخر اللي انتوا حابينه. نيابة عن الجميع هنبتدي بالضيوف اللي تحت السن. كابتن حسن قدم الشباب اللي تحت السن مستقبل نادي الزمالك. الأستاذ أحمد النمس، الأستاذ محمد صادق، الأستاذ ماهر شكران، الأستاذ محمد صادق، بحب أوجه رسالة لجمعية الأعضاء. سمع بشكر جدا استاذ هاني العتال على ايه ده بشكر جدا الاستاذ هاني العتال على الندوه، وبشكر جميع الاعضاء اللي فوق السن واللي تحت السن، وبكلم حضراتكم بصوت نادي الزمالك. انا ابن من الثالثه يمين، انا احمد النمس تحت السن رقم 2. شكرا لك. مساء الخير على مساء الخير على الاعضاء المحترمين اللي قاعدين قدامنا. اعرفكم بنفسي، انا محمد الصادق مرشح تحت السن رقم 9 ان شاء الله، مرشح من المستقلين. اسباب ترشحي للنادي بعلي صوتي والله. حاضر 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 اهو. فانا راجل هو طيب حاضر. انا راجل من الجماهير، عضو من اعضاء النادي من متربي في النادي من صغري، لعبت اكتر في النادي في الدرجات. غيروا الميكروفون ده. طيب ايوه كده خلاص كمل بقى الصوت. طيب نكمل. راجل من اعضاء النادي وجماهيره، الحمد لله صوري كانت موجوده طول عمري في المدرجات في النادي. ما اعرفش غير الزمالك، ما بشجعش غيره. واحد من الناس اللي ترشحت لاجل نادي الزمالك وبس. مش طمعا في منصب او طمعا في اي حاجه من الحاجات دي. انا راجل بسيط، نفسي اخدم النادي، النادي اللي بجد فرحت معاه وعشت معاه لحظات سعيده كتير، ونفسي اعوض ده ان شاء الله باني اساعد النادي. قدمت برنامجي في اكتر من استضافه تلفزيونيه، ومش عايز اطول عليكم برضه عشان زمايلي الساده المرشحين المحترمين كلهم ياخدوا دورهم. حبيت بس اعرفكم بنفسي، وان شاء الله يكون الجمعيه العموميه تقدر انها تختار الانسب وتختار الاصلح. وبرده حابب اقول عشان ما حدش يقول لكم ان انتوا تنتخبوا قائمه كامله، لا، انتوا تقدروا تنتخبوا اللي انتوا عايزينه، المهم يكونوا 12 مرشح، فان شاء الله تختاروا الاصلح للنادي واللي هيفيد نادي الزمالك باذن الله ويفيد الاعضاء، ويكون واجهه مشرفه لاعضاء الجمعيه المحترمين والجمهور الزمالك. وحابب اشكر الاستاذ هاني العتال والاعضاء المرشحين المحترمين، واسيب لهم الكلمه. شكرا. مساء الخير. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. محمد عودة بوطيط، نقيب شباب محامين الجيزة منذ 2014، ومرشح لعضوية الشباب تحت السن رقم 10 إن شاء الله. الحقيقة
الحقيقة أنا لما فكرت أترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك كان هدفي بناء جيل جديد من الكوادر الشبابية الرياضية اللي يكون لديها القدرة الحقيقية على الانطلاق بنادي الزمالك. يشرفني دعمكم ووجودكم. أنا عندي رؤية استراتيجية واقعية وبسيطة وقابلة للتحقيق إن شاء الله، مقسمة لأجزاء عديدة هدفها خلق وبناء نادي اجتماعي ورياضي يريق بأعضائه وجمعيته العمومية. نادي الزمالك اتحرم كتير جدا الفترة اللي فاتت، ومحتاجين تظافر جهودنا جميعا عشان نقدر ننطلق بالنادي الفترة اللي جاية. والحقيقة أنا بشكر كابتن هاني العتال على دوره في دعم كل الشباب وإيمانه بالشباب داخل نادي الزمالك ودعمه ليهم وتحت الفرصة ليهم في كافة المنصات إن هم يعبروا عن شخصيتهم ويعبروا عن رؤاهم. والحقيقة أنا بوجه له كلمة وبقول له عاشر أناسا بالذكاء تملاهم وتختار رفيقك من ذوي الأخلاق واخبره واخبر الناس كافة أنك لن تبيح في زمن ضاع فيه رجاله. شكرا لحضراتكم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. محمد عودة رقم 10 تحت السن. شكرا يا فندم. شكرا دكتور. مساء الخير يا جماعه امينين. انا محمد ياسر بحبح مرشح تحت السن. انا مخرج وصانع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وانا بالنسبه لي اللي انا مركز عليه اكتر تحسين ورجوع صوره نادي الزمالك احسن من تاني، ودايما بدي مثال باليافطه اللي موجوده بره على صور نادي الزمالك اللي بتتكلم باسم نادي الزمالك في قضيه احنا بندافع عنها، اديني عقلك السبعة اكبر من التسعة ازاي. دي كانت طريقة كلام نادي الزمالك الفترة الاخيرة دي كلها، وده كان السبب الرئيسي ان ما يجلناش رعاة. الناس هتخاف على شكلها، اي براند هيخاف على سمعته مع نادي الزمالك مهما كان اسمه كبير ورا جماهير نادي الزمالك، هو هيخاف يرتبط باسمه مع نادي الزمالك. فاحنا محتاجين نرجع صورة نادي الزمالك من تاني، ونرجع رموز نادي الزمالك اللي هم بعدوا عن نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، إزاي نرجعهم وإزاي نوحد صفوفنا من تاني. دي رؤيتي المهمة جدا واللي هشتغل عليها. وأقول لكم حاجة تانية كمان، إزاي إن إحنا نبقى لأي سبونسر نعرفه شعارات نادي الزمالك، اتفرجوا على النادي المنافس إزاي في إعلاناته هويته تبقى موجودة جوه الإعلانات، دايما بيصدر شكله إن هو نادي الشعب. هتلاقي كل طوائف المجتمع بتشجعه من الغني للفقير للي بيتفرج على ماتش الاهلي في الدكانة بتاعته. دي هوية النادي المنافس. مفيش اعلان موجود لنادي الزمالك فيه هويته وفيه افكار نادي الزمالك وجماهيره. احنا نادي الصفوة وجماهير نادي الصفوة، وعلشان كده هو ده اللي لازم يظهر في الاعلانات الفترة الجاية. ادي مساحة للرعاة ان هم يتكلموا باسم الجماهير ويرتبط اسمهم باسم نادي الزمالك. فده اللي انا هشتغل عليه ان شاء الله. وشكرا لحضراتكم وشكرا ليكم جميعا، وبالتوفيق لنادي الزمالك في اللي جاي ان شاء الله بعد اذنكم. برحب بحضراتكم، معاكم ايهاب عصمت عاشور مرشح تحت السن رقم 4. يعني احنا هدفنا والله كلنا خدمه الاعضاء في المقام الاول، ده اساسي عندنا ان احنا نخفف من عليهم الاعباء شويه، وان احنا نطور في النادي كلنا كشباب. يعني انتوا زي ما انتوا شايفين كلها ناس محترمه وكلها ناس كويسه. وطبعا لازم نشكر الاستاذ هاني العتال لان هو فتح لنا مساحه كويسه قوي في التواصل معاكم اكتر من مره، يعني عين ندوه وبرده في القناه وكذا مره في كذا ندوه كان بيفتح مساحه للشباب للتواصل معاكم. انا بشكركم جدا، وايهاب عصمت رقم 4، واتمنى دعمكم وصوتكم حاجه تشرفنا يا فندم. مساء الخير، معاكم ايه هشام مرشحه العقوم سن رقم 5. انا معايا اداره اعمال بكالوريوس، واخده كمان ماجستير في التسويق، ودلوقتي شغاله سيلز مانجر شركه عربيه هولدنج. طريقته اجتماعيا، اجتماع للامومه واجتماع للاطفال، ده هدفي اكتر اللي موجود في النادي. احنا كمان من زمان قوي موجودين في النادي، من امي او جدي او بابايا او عمتي، من زمان قوي. فابتدينا نشوف اللي في النادي محتاج يتطور حاجات كتير. دلوقتي قد ما هو رياضي قد ما هو ان هو بقى نادي اجتماعي اكتر. فده بالنسبه لي انا هركز على فكره ان لازم يبقى في صندوق للشكاوى موجود يتفتح كل اسبوع، نفضل نشوف ايه الحاجات اللي بايظه او ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها، ونقعد ونشوف الجمعيه العموميه تبتدي تحل كل حاجه موجوده. وده اللي انا يعني طبعا ده اللي انا بقيت فيه. فاتمنى انتخابكم يوم الانتخابات ان شاء الله. يعني
أنا خالد منتصر الزيات مرشح لعضوية المجلس تحت السن. خلوا السقفة بعد ما أخلص كلمتي ممكن. رقمي تقريبا داخل النادي في ظل ظروف الجميع يعلمها قدرت أحصل على ما يقرب من 4000 صوت. بعد الانتخابات ما قعدتش وركنت، لا كان ليا ان انا اقدر اساعد النادي بايه. عندنا يعني موكل في المكتب هو رجل اعمال، جه عرض عليا فكره ان انا هو عايز يكون سبونسر للنادي راعي، ما شلتوش لنفسي وقلت لما في يوم من الايام ممكن ربنا يكرمني والاعضاء يختاروني وابقى عضو مجلس. جبته وجيت النادي ودخلته، حصلت مفاوضات وكان في مرونه في ده، ولكن بسبب حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها النادي في كل المجالات في كل الأوقات الراجل اختار انه يبعد وما كملش. انا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لسبب واحد، انه اللي عايز يخدم نادي الزمالك ما يستناش يكون عضو مجلس إدارة. احنا كلنا بنتنافس لشيء واحد وهو خدمة نادي الزمالك. وضرب في ده مثل الاستاذ هاني العتال، والله ما عشان هو قاعد، اللي حابب يخدم النادي بيخدمه مش علشان يقول انا موجود، لا علشان هو هدفه شيء واحد وهو خدمه نادي الزمالك. على ناحيه تانية انا كان عندي علاقه مع احد اكبر الشركات في مصر اللي بتنظم الانشطه للشباب اللي للاسف احنا بنشوفهم مش عارفين يفرغوا طاقتهم فين جوه النادي، وللاسف ده برضو لم يكتمل. احنا عندنا خطط كتير كشباب، احنا الشباب بنقول ان احنا يعني نادي الزمالك مليء بالكوادر الشبابية اللي قادرة تكون موجودة في السلك الاداري لنادي الزمالك في المستقبل بخطط وافكار كتير جدا، ولكن احنا عايزين حد يكون مسهل لنا الطريق ويمهده لنا في انه ازاي احنا نقدر نخدم النادي ده، ازاي كل واحد يقدر يحط خطته او افكاره دي في المكان الصحيح عشان تنفذ. نقطة تانية معلش، يعني دي فرصة انه عدد كبير من حضراتكم، وده في حد ذاته مكسب بغض النظر مين يكسب او مين ما يكسبش، احنا مشاكلنا واحدة وهمومنا واحدة، وفكرة ان احنا بنتحاور وبنتشارك الحديث فيها ده في حد ذاته مكسب. الانتخابات هتعدي وهنفضل احنا ولاد النادي موجودين فيه وبنقدم الخدمة على قد ما نقدر. حابب اتكلم في نقط سريعة عشان اتيح الفرصة لغيري.